مباشرة على الهواء. مساء الخير مشاهدينا وفطر سعيد للجميع. قد يكون ملف الاتصالات أحد الملفات الأكثر جدلا في البلد لما فيه من منافع وما عليه من تبعات على حياة اللبنانيين واقتصادهم. يحمل الوزير جمال الجراح كرة النار هذه ليتبين أنه مقاتل شرس على جبهات عدة ومنها جبهة الإعلام القوي، حتى الذي يعني لم يتجرأ مسبقا أي مسؤول من طرده من مرفق عام من قبل، فهل أخطأ بذلك؟ ماذا عن ما ينشر من اتهامات بالصفقات والهدر في وزارته؟ كيف سيرد الليلة وإلى أين يذهب قطاع الاتصالات برمته؟ هل يلج لبنان عصر اقتصاد المعرفة؟ من يمول الهجمة التي تحدث عنها الوزير الجراح ولماذا؟ وفي السياسة كيف سيخوض تيار المستقبل الانتخابات النيابية المقبلة وما هي خريطة التحالفات؟ بدي اقول لك مساء الخير واهلا وسهلا فيك وزير الاتصالات جمال الجراح. يعني في عناوين اليوم طنانه رنانه، لانه اذا بنقرا بملف الاتصالات كميه الكلام اليومي يمكن غير مسبوق في هذا الملف المهم واللي بيطال حياه اللبنانيين جميعا. فبشو بدك نبدا؟ بنبدا بالسياسه او نبدا بالاتصالات؟ بدك اياه نبدا بالاتصالات السياسيه، شو رايك؟ الاتصالات السياسيه منيح. بدي ابدا بالاعلام. يعني هيدي مسألة أنا كإعلامية بتطلع بقول إنه اليوم تمنع مراسلين من أن يدخلوا إلى مرفق عام، وقريت حضرتك شو انكتب في هذا المسألة. شو بيخلي وزير مثل جمال الجراح معروف بدماسته وهدوءه ودبلوماسيته يقوم بهيك خطوة مع تلفزيونين بهالحجم؟ لأقول لك شو اللي بيخليني أخذ هاي الخطوة. يعني أولا بعرف أنا مدى علاقة بعض الشاشات ببعض المتضررين من وجود جمال جراح بوزارة الاتصالات، أو من اللي الشيء اللي عم بيعمله جمال جراح بوزارة الاتصالات. أول هجوم بلش على الإعلام هو على إعطاء ترخيص لشركة اسمها جي دي اس لنقل المعلومات، Global Data Services. صحيح. أولا هالشركة موجودة وبتنقل معلومات من 10 سنين على المايكروويف، وبتنقل معلومات على شبكة النحاس مع مرسوم صادر عن مجلس الوزراء سنة الألفين، وفي مرسوم تاني صادر بعد منه بيعطيها حق المرور والترابط على شبكة الدولة، وبيطلع مرسوم تاني كمان بيأكد على هذا الموضوع. وهذا المرسوم ساري المفعول، مش مثل ما طلع أحدهم ادعى انه هذا لخمس سنوات، لأنه بده يكمل الجملة اللي بتقول صالح لخمس سنوات ويجدد سنة فسنة بقرار من وزير الاتصالات. معه فوق هذا المراسيم، ما وقفوا أي وزير اتصالات قبلك؟ لا لا، ما هو واصلين تلقائيا الاتفاقية الموقعة. هاي اتفاقية موقعة من عبد المنعم يوسف، مش مني، من عبد المنعم يوسف. شو بتقول الاتفاقية؟ تتعهد وزارة الاتصالات بتمديد الألياف البصرية اللازمة لوصل المركزين أو ثلاثة مراكز من جملة المراكز العائدة لكل شركة من الشركات المرخص لها. وهذا طبعا في عدة شركات موقعين على الاتفاقية وموقع عبد المنعم. طيب هودي اجوا قالوا نحن معنا مرسوم، هذا المرسوم مجدد، هذا المرسوم في اتفاقية موقعة في بيننا وبين إدارة الاتصالات بشخص عبد المنعم يوسف اللي هو مدير عام الاستثمار والصيانة ومدير عام رئيس مجلس إدارة هيئة أجيره. قلت لهم نحن فايبر أوبتكس، هلأ نحن كوزارة عندنا مشروع بدي 3-4-5 أسابيع خلص دراساتي وأنا فايت على مشروع الفايبر أوبتكس تو كابينت، ساعتها فيكن أنتوا تستعملوا الشبكة. قال نحن بنمد شبكتنا. رجعت للاتفاقية اللي بتقول كمان وفي حال دعت الحاجة ستقوم شركات نقل المعلومات بتوفير كميات الألياف البصرية الضرورية لوزارة الاتصالات داش هيئة أجيرو التي تقوم بتمديدها وتركيبها وفقا للأصول. لا نحن بنمد. قلت لهم بتمدوا على حسابكم، لأنه هاي الفقرة منا محددة على حساب مين،
بتمدوا على حسابكم؟ قال بنمد على حسابنا. قلت لهم طيب، هذا الكلام اخذ شهرين من المفاوضات. المهندسين قالوا بده يستعملوا الدكت تبع الدوله. بتاني اجتماع قلنا لكم بدكم تعملوا دكت تاني باراليل للدوله على حسابكم. قال بنعمل. قلنا لهم اذا اجاري وبدها تمد فايبر اوبتكس بالدكت الاضافي بدكم تمدوا على حسابكم. قال ايه موافقين. انا لي مصلحه بعده مجالات. اول شيء عم نظف الجو، لانه المايكروويف الترددات المستعمله بالجو عم تؤدي لانقطاع خطوط الخلوي. المساله الثانيه شبكه النحاس تبعنا اللي مفروض ينقلوا عليها كمان معلومات. حاعطيكي بس صوره تشوفي انا شو رتبت اي شبكه محترقه. اذا بتريدي صور. اذا بتريدي شوفي هاي الشبكه اللي ورطني اياها عبد المنعم يوسف. بس هو ورطك اياها يعني؟ ما عم تظن هو 10 سنين مسؤول عن صيانه وتشغيل الشبكه. تفضلي هاي الشبكه كيف موصوله، تفضلي كيف واصلينها بقنينة صحة. ايه اذا بتريدي صحيح خلي المواطن يشوف اي شبكه. هلا عمل دعاية لصحة بس ما يخليني اقول بلاستيكية موجودة اي شبكة. لا واضح واضح يعني. تفضلي اي علب تليفون ولا منشر غسيل خلينا نقول. بس هيدي بافغانستان ما في مثل هاي الشبكة. هيدي مصروف عليها عشرات ملايين الدولارات. طيب واحد معه مراسيم، معه اتفاقيات موقعة مع الدولة وعم بيقول لك انا بمد على حسابي. طلبنا الإدارة المالية، قال نحن بندفع ضريبتنا كاملة، بندفع رسومنا كاملة. طلبنا الإدارة المالية يا جماعة هودي قديش بيدفعوا بالسنة؟ بيدفعوا 28,650,000 للدولة. ست بولا هذا الشرايط اللي بتشوفيها فوق السطوح فوق البنايات، هيدي فايبر اوبتكس. بس هيدي ما بتدفع ولا ليرة للدولة. وهيدي ولا وزارتي ولا وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية بيعرفوا شو عم بيصير بالجو. في حدا نظامي رسمي معه مرسوم معه اتفاقيه عم بيقول لك انا بمد على حسابي تنقل داتا من مكان الى مكان، وانا اصلا كدولي بدي مد هاي الشبكه. انا اربع خمس اسابيع بطرح المناقصه. جينا حطينا كل الشروط اللازمه بما فيها عدم حصريه هذا الشيء. وبدليل انه ما في حصريه انه انا في شركه ثانيه اسمها ويفز. اعطيتها ترخيص مثلهم. هيدي شركه بس البعض بيقول انه مفصل. خلينا نقول هذا التلزيم على قياس هيدي الشركه أبدأ. كل الشركات الاخرى اذا اجت طيب ما فيها تنافس. هاي شركه ويفز شو؟ هاي شركه ويفز كمان بدها تمدد بالشبكه الموجوده شبكه الدوله او بتمد على حسابها اذا بدها تعمل كونكشن بين مراكزها وزبينها. هيدي انعطت نفس الترخيص، ايضا ممنوع الحصريه. هيدي الشركه على فكره سبولا لما امتنعت الإدارة أنه توصل لها شبكة الفايبر أوبتكس راحت اشتكت علينا بمجلس الشورى الدولي وربحت دعوة ب1,300,000 دولار. بعد ما ربحت الدعوة أنت جيت سمحت لها؟ بعد ما ربحت الدعوة وتنازلت عن حقها سمحتوا لها أنها تمد؟ سمحت لها أنه أعطيتها. بس ليه ما سمحت لها قبل إذا ما في حصرية؟ ما تقدمت. رفعت دعوة دون أن تتقدم بالسابق. يعني رفعت الدعوة بال2011. هلا يقال انه في طعن عم بيتحضر، ما بعرف اذا عندك خبر بمسألة الالياف الضوئية. خلي القضاء يحكم. اذا انا في خلل قانوني بترخيص اللي اعطيته خلي يبطلها مجلس الشورى الدولي. ما عندي مشكلة. ما عندك مخاوف انه يبطلها مجلس الشورى الدولي؟ ما في مشكلة اذا القضاء يعني يا بدنا نحترم القضاء يا بدنا نحترم القضاء. لانه هلا اذا القضاء قال انه هذا مخالف هلا بنوصل لاحترام القضاء. هيدي الشركة تقدمت بدعوة لدى مجلس الشورى الدولي لأنه عطوها ترخيص ومنعوها تفوت معداتها على البور. قامت دعوة مجلس الشورى الدولي ربحت 1,300,000 دولار. اجوا بدهم ترخيص، قال اعطيت الشركة هذيك ترخيص، نحن معنا نفس المرسوم، لا بل نحن بندفع للدولة أكثر 40% مش 20%. وحقكم بس في أنتم عملوا دعوة عاملينها على الدولة ب1,300,000 دولار وربحانينها. تتنازلوا عنها؟ قال بنتنازل عنها، قلنا اوكي هذا القرار. ايضا ما لكم حق حصري، اذا بتجي شركه ثالثه ورابعه مع مرسوم بدي اعطيها نفس الترخيص. واذا شركه بدها تتقدم بس هذا منه حق سياده للدوله، يعني مش مفروض تكون بلا. يعني ليه بدي ينعطى لشركات خاصه؟ انت شو ما مديتي تحت الارض هذا حق سياده للدوله.
شو ما مديتي بالجو حق سيادي، بالمياه البحرية هذا حق سيادي، شو ما اشتغلتي لو عنفقتك الخاصة يصبح ملك الدولة. وهذا قانون دولي وهذا قانون سيادي معروف. يعني حتى جي دي اس او ويفز اذا مدوا على حسابهم هذا ملك الدولة، لهم حق استخدامه مقابل رسوم، صح يدفعوا رسومهم وبيدفعوا اللي محددهم المرسوم 20 ولا 40% للدولة، وبياخذوا ايوانات من الدولة مثل ما كل الناس بتاخذ ايوانات من الدولة. هذا اللي صار. اجى مراسل احدى الصحف احدى التلفزيونات قلنا له يا حبيبي هذا الملف كله سوا، هذا المرسوم وهذا المرسوم وهذا الاتفاقية وهذا القرار وهذا ما في حصرية، بيعمل ريبورتاج اخر النهار بيختمه بالاتي انه في حصرية. يا ريت. قرار الجراح الذي يراه صاحبه انجازا لن يمر مرور الكرام على طاولة مجلس الوزراء، فعين رئاسة الجمهورية ووزارة شؤون الفساد عليه والتفتيش المركزي بدأ بإعداد دراسة قانونية تفند مخالفته. أول شيء يا حبيبي فخامة الرئيس مسكني مجلس الوزراء قال لي شو بهن هودي الأوادم؟ أف. قلت له يا فخامة الرئيس رئيس حكاك عن الـ BBC، حكاني عن الهجوم الإعلامي. ايه. أوكي ما حدا لأنه كان من لا ما صار معروف أنه هيدا. أوكي قلت له فخامة الرئيس الموضوع واحد اثنين، قال لي جمال ما تكمل، أنا جبت المرسوم وجبت الاتفاقية وجبت المرسوم الثاني وجبت القرار تاعي ودرستهم أنا شخصيا ومستشارين القانونيين، أنت عامل كل شيء صح وأنا معك. وزير شؤون الفساد صديقنا وحبيبنا استاذ نقول اعتذر وسحب الكتاب طبعا. كان فاهم خطأ يعني هو لما طبعا. أوكي رئيس التفتيش المركزي طلع بيان قال انا راجعت الملف تبع الحمله الثانيه هذه المرحله السابعه درست دفتر الشروط، درست قرار مجلس الوزراء، درست كل شيء. الوزير جراح لم يخالف القانون ولم يخالف قانون المحاسبه العامه. بيروح لعنده احد المراسلين بيقول له كيف بتطلع هيك قرار؟ لازم تطلع قرار مثل ما بتقول الـ LBC او النيو تي في. هذا رئيس التفتيش المركزي قاضي. مراسلة تانية من نفس الشاشة تجي بتصل بتقول انت عاطي حصرية لشركة اسمها كانترا. انا لحبيبتي ما هيدي للتشريج الخطوط المسبقة الدفع. تمام. قلنا لا لا مش صحيح هذا الحكي. قال لا بلا. قلنا لا انا بعت لك القرار على الواتساب. كويس. بعثت لنا القرار يا ستنا، بعثنا لنا القرار على الواتساب. اسم الله قد ما عندك ملفات بدك حدا يساعدك فيهم. اخذتهم اخذت القرار. هيدي الفقره اللي بتقول كانترا shall not be granted any rights of exclusivity as digital distributor. هيا لن يكون لكانترا اي حق بس حصري. قبل هذا القرار الثاني في قرار مسبق كان عاطي حصريه او لا؟ لا اوكي لانه هذا اللي لا. هذا القرار الوحيد طلع عني في كتاب توجه لي من الشركه حولته للدراسه حطوه بالاعلام. اي هذا القرار اللي طلع عني القرار الرسمي. شو بتقول هي بدل ما تزيع هذا؟ هي سالت عن هاي الفقره صحيح. اي بتقول كانترا shall not be subject to the current economic model based on performance and shall not be part of the quota reparation. الايكونوميك موديل شو؟ انه اي ديستريبيوتور بيكون عنده محل وعنده سيارات وعنده موتوسيكل، هودي بيوزعوا الكترونيا، شو بدهم بالموتوسيكل؟ يوقفوا قدام السوبر ماركت. هول خلينا نقول مثل ما كانت الكريدت كارد او يعني اي شيء بتروح على السوبر ماركت تشتري اي شيء وبتشتري كارت تشريج بيطلعوا لك اياه الكترونيك. اي بتشارجي تليفوني. اجوا الموزعين يعترضوا طبعا هاي الحمله جزء منها. في حوالي 40 شركة بتعتبر حالها متضررة من الموضوع. تعتبر انه ارزاقهم بدأ. يس. أول شيء ما حدا قرب صوب القوتا تبعه. هاي الشركة ممنوع تبيع بمحلاتهم. هاي الشركة بعدها يعني بالبداية منا تستد يمكن تقدر تشتغل يمكن ما تقدر. ثاني شيء بس بتاخذ من الكوتا تبعهم إجباري، بتاخذ من طريقهم، في حدا بده يشارك. ليش هن عندهم حصرية للكوتا؟ يعني هن اللي عم بيحاربوا الحصريه وبدهم حصريه، كيف هذا؟ بعدين الموزعين
لو جمال جراح بده يضايقهم كان ادعى عليهم بالقضاء. هن بيعرفوا لما اجوا لعندي وانا واجهتهم قلت لهم انتم عم تبيعوا بهويات مزوره. طيب يبيعوا خطوط اضافيه يعني نعم. مع انه في طريقه لازم يصوروا الشخص وهويته ويبعتوه. عم بيزوروا الهويه وعم بيزوروا الصوره واعترفوا انه البعض منهم عم بيبيع بهويات مزوره. واكثر من هيك هم بيخبروني فترة. انا قلت لهم في احد الموزعين راح على مخيم للسوريين جمعهم وقفهم هيك صورهم كلهم وصور هوياتهم وباع كروتي على اسمائهم وحرق الكروتي اخر الشهر تيستفيد بكروت التشريش. قالوا مظبوط. هيدي امنيا خلينا نقول مشكله كثير كبيره. هيدي خطر بس هول مش مغطيين سياسيا؟ بلا مغطيين مظبوط يعني عم يتوجهون ومغطيين. مشان هيك كل يوم كل واحد منهم بجيب لي ثلاث وزراء معه لما يخالف القانون. وانا عم بقول لهم يا جماعه مساله مش مساله انه عم تستفيدوا بدولارين. مسألة انه عم تهددوا امن البلد. لان الاجهزه الامنيه بتعرف شو بيقولوا لي؟ نحن بنراقب خطين عم يحكوا عن مسائل ارهاب. يا عن الضاحيه الجنوبيه، يا عن سيارات، يا عن عرسال، يا عن جرود، شيء امني. الاجهزه الامنيه لانه الهويه هاي مزوره والهويه هاي مزوره ما بيعرفوا مين عم بيحكي مع مين. قلنا لهم يا جماعه انتم عم تهددوا امن البلد. قال خلص ما عاد نزور. قلت لهم انا قالوا لك ما عدنا نزور هيك طبعا بهالبصر. كلهم معترفين انه هن كانوا يشتغلوا هالشغله وكانوا يستغلوا المواطن حتى ما اقول كلمه ثانيه ب 8 دولارات يعملوا ان بوندلينج يبيعوك الشهر لحاله والدقائق لحاله والانترنت لحاله يربحوا منك 8 دولارات بدون وجه حق. على كل مره تشرش فيها هيدا كل مره بيعملوا ان بوندلينج لكارت حقه 22 دولار ونص بيبيعوه ب 30 و31 دولار بالان بندل واخر الشهر بيحرقوا الكارت بيكونوا اخذوا كروت التشريش مقابله. انا اذا بدي ضيقهم كنت بروح على القضاء وانا عندي مستندات على كل الموزعين اللي مخالفين. في واحد احد الموزعين بايع كارت على هويه للوزير بطرس حرب. اف شخصيا؟ شخصيا هذا كان دوكيمنت حلو يجي معك. في احد الموزعين باعت صوره اجلك حمار حلو بدل صوره شخص. بدي اعتذر منك بس بدنا ننتقل لشيء حلو، بدنا نرجع نكمل مع الموزعين ومع قصه الاتصالات اللي هالقد في كلام حنا، بدنا ننتقل الى مهرجان بيروت والسيده لمى سلام اليوم افتتاح هذا المهرجان اللي صار عالمي. مساء الخير ست لمى، اهلا وسهلا فيكي. اهلا مساء النور، شكرا لك بولا ومساء الخير لكل ضيوفي ويا ريت تكون معنا. يا ريت يلا ملحقينكم على كل حال، بس نحن بدنا نقول انه السنه انتم من ميدان سباق الخيل ست لمى، السنه الماضيه عملتوا شيء كثير حلو من بيروت، السنه شو البروجرام؟ نعم البروجرام هلا في مشهديه اسمها رحله عبر الزمن لبيروت، هي اللي بتخبر تاريخ بيروت لايامنا هلا بطريقه حديثه جدا جدا، وان شاء الله بعدها بخمس ايام، هي حتضلها خمس ايام، ومن بعدها في فيلم اسمه بيروت الوان بيروت للاولاد الصغار. دخلتوا في قريه مهرجانيه كبيره جدا جدا. السنة الماضية دخلتوا كتاب كنس كمهرجانات من خلال القبة، أكبر قبة عالميا. هالسنة شو وعدينا؟ هلا في هالمجسم اللي وراي هو هلا اللي دخل الريكورد لانه هو اكبر مجسم اكبر سكرين بالعالم، هيدي اللي هلا عم تعرض عليها حفله الليله وبنتامل من الكل انهم يجوا ليشوفوها اليوم. غير هيدا المجسم مثل ما قلنا نحن سنت انا بحب اقول انه صناعه لبنانيه، صناعه لبنانيه هي فكره وتنفيذ واخراج والدور كله للبنانية، يعني هن اللي طلعوا بكل هالأفكار شباب لبنانية، فأنا هون بحب أقول بس تعطي فرصة للبنانية الشباب خاصة توثقي فيهم بيعطوك نتائج كتير حلوة. وليه اخترتوا ميدان سباق الخيل السنة؟ يعني
له رمزيه كثير حلوه، سباق الخيل، هو بيرمز كمان بيجمع بنص بيروت وبيجمع كل اللبنانيه، وان شاء الله دائما اللبنانيه بيكونوا مجموعين. شكرا لك ست لما بوجودك وبالتوفيق ان شاء الله بالمهرجان. بعد شوي رح نكون كمان مع رئيس البلديه استاذ جمال عتاني. بدي ارجع لعندك استاذ جمال الجراح وللمواضيع اللي عم تحملها. كنا عم نحكي لكان على شركه كنترا انه ما في حصريه. ما في حصريه، هي قراري. طيب انت اليوم لا، واضح جدا ومعلم بالاصفر، بس ما بدهم يقروه. ليه اليوم بده يكون في حمله على جمال الجراح؟ هم بده يتهموكي بشيء وبده يثبتوه بالقوه. يعني ما دام تجرأوا على رئيس التفتيش يقولوا له كيف تطلع هيك قرار؟ انت لازم تطلع قرار يدين الوزير، لازم كل الدوله، كل القضاء، كل المراسيم هودي بيلغوها بيزتوها تحت الطاوله، ولازم ينفذوا اللي هن عم يقولوه. طيب يا شباب، انا ما قربت صوتكم، ما انا اذا بدي اقرب صوتكم يعني ما انا قبل ما افوت على الوزاره بعرف كل افلامكم وبعرف كل صفقاتكم. عم تحكي على التلفزيونات؟ ايه عم تحكي على التلفزيونات وشركائهم اللي عم بيمولون الحملات. اف، ما يعني انا قبل ما افوت تعتقد انه في حمله مدفوعه؟ اكيد مدفوعه، لانه مش معقول حدا يوصل بالتزوير للمستندات لهالدرجه. حتى طيب ليش ولا وسيله اعلاميه نشرت قرار رئيس التفتيش؟ هذا قرار صادر عن سلطه قضائيه عليا، قال انا رجعت كل المستندات، كل الملفات، الوزير جمال جراح لم يخالف قانون المحاسبه العام. هلا التلفزيون عندها معايير، التلفزيون هن بيقرروا شو نيوز وورثي شو منه للتغطيه الاعلاميه. بلش بحمله بجوز يكون مضلل، تيجي انت بتعطيه المستند بيتجاهله. نحن عندنا مناقصه المرحله السابعه من الشبكات، رقم 7، يعني عاملين 6 قبل. عملنا دفتر شروط بعتقد بمهنيه كثير عاليه، وانا قلت له للاستاذ ناجي اندراوس اللي هو مدير عام الانشاء والتجهيز، بدي دفتر شروط ما حدا يوما ما يقول هذا دفتر شروط في حرف لمصلحه فلان او فلان. والاستاذ ناجي اندراوس مدير عام 18 سنه معروف بمصداقيته وكفاءته، عمل دفتر شروط. قال لي ما في ضروره نطلع مجلس الوزراء، قلت له لا ما نطلع مجلس الوزراء. طلعنا على مجلس الوزراء اخذنا موافقته. اعتراض الوحيد كان من الوزير جبران باسيل، قال لي عامل دعوه محصوره، عملها مفتوحه. قلت له فليكن. عملتوها مفتوحه؟ مفتوحه. اجينا 40 شركه اخذت الدفتر، 15 شركه تقدمت. فتحنا العرض التقني، وهاليومين نفتح العرض المالي، 15 شركه. لما سمع الاستاذ ناجي اندراوس هذا التقرير على الـ LBC اتصل بزميله وصديقه بسام موزي، قال له بسام شو عم تحكوا؟ هذا الملف عندي بإدارتي بمديريتي. أنا اللي محضر الملف، وأنا اللي ما كان يقبل الوزير جراح إلا بده يطلع على مجلس الوزراء، رغم أنه ما لازم يطلع على مجلس الوزراء، لأنه المادة 147 من قانون المحاسبة العام فقرة 12 بتحنا نلزم بالإدارة أصر يطلع. قال له 10 دقائق بنحكي معه. مرق يومين ما حكي معه، بعد يومين رجع اتصل فيه، قال له يا بسام أنتوا عم تخبصوا على الشاشة، هذا الملف عندي بمديريتي مش بمكتب الوزير، هذا انا اللي اعديت دفتر الشروط وقرار مجلس الوزراء معي. تعدل قرار مجلس الوزراء بدل استدراج عروض استقصاء اسعار، لانه هيك قانون المحاسبه العامه، ما بدهم يفهموا. طيب بس حضرتك عندك حق الرد. طيب اليوم انت فيك تطلع على الـ LBC وعلى اليو تي في ترد، ليه ما عم بترد؟ طيب شو بدي بناجي اندراوس؟ هذا قرار تفتيش، ليش تجاهله؟ لانه بده يكملوا بالحمله، بده يكملوا بالحمله. انا ما مين ورا الحمله؟ مين ورا الحمله؟ الحمله عبد المنعم يوسف، بطرس حرب، LBC، نيو تي في، هودي اللي ورا الحمله. اليوم يعني ليه بدهم يستهدفوك؟ مش انت فتحت النار على عبد المنعم يوسف وعلى الوزير بطرس حرب؟ ابدا، انا يعني رديت حتى هلا عم بتقول لي هيدي ورتني عبد المنعم يوسف، بس في ناس عاملين هالاشغال وهو كان يعترض على طريقه الشغل وعلى المتعهدين. كان يعترض على حاله، على فكره كان يبعث مكتوب من حاله كمدير عام استثماره الصيني لحاله كمدير عام اجيره يقول له شغلك مش مظبوط، يرد على حاله يقول له لا شغلي مظبوط. وهودي الكتابين موجودين بديوان المحاسبه، هو بخاطب حاله بيقول له شغلك مش مظبوط حاخصم عليك 300 مليون،
بيرد عبد المنعم يوسف أجيرو على عبد المنعم الاستثمار الصيني، بيقول له لا شغلي مزبوط، اذا خصمت علي 300 مليون كيف بدي اشتغل؟ طيب هذا شغله. انا اللي حكيته على الاعلام، ايه وقفت صفقه كانوا عاملينها. ايه مين كان عاملها؟ جوز هو اثنين وزير بطرس حرب. نعم. ودكتور عبد المنعم يوسف. نعم اللي وقفوا شبكه الفايبر اوبتكس 3 سنين، كلفتها على الدوله 62 مليون دولار ونص، ما بدهم يستلموها. ليه؟ قال هاي صفقه. يا حبيبي الشبكه اتنفذت، البلد بحاجه لهي الشبكه لانه هيدي الباك بون تبع الفايبر اوبتكس، بتوصل كل سنترالاتنا مع بعضهم. شركه اريكسون شركه عالميه محترمه، بيمنعوها تفوت على السنترالات تركب اجهزتها. الاجهزه اللي تركبت صدت، شغلوها دوروها بدون ما يشغلوها تتحترق قبل ما يفلوا شبيبه. شو الهدف؟ تضل ماشي الانترنت غير الشرعي، لانه اذا بتشغلي هيدي الشبكه توصلي الميك 1 والميك 2 عليها، اللي هلا عم تطلع 4G على تليفونك، وهيدي بدك تفرعيها لتوصلي للهذي يوزرز، وهيدي هي الباك بون اللي بتوصلي منها للمدارس وللمستشفيات وللمصارف ولكل الناس المستهلكين الكبر. بس خليني اقول هون، هن بيقولوا هن اخذوا شغل سيء، التنفيذ كان سيء. صحيح. وفي اكثر، بس خليني اقول لك، في من ايام الوزير نقولها سحناوي عامل كتاب، الوزير والوزير سحناوي عامل كتاب ممضي من اولى سحناوي عم بيسال عن الاشغال وكيفيه تنفيذها. عندي الدوكيمنت شي محل اللي هو منه منشور بعد لحد هلا. الوزير كمان بطرس حرب اكثر من مره عم بيقول انه التمديدات هي شغل سيء. طيب اذا كان هذا الكلام صحيح، هو كوزير مسؤول ومطرح ما كان جيد استعملوه للالياف الضوئيه، استخدموه، ما استلموها. اول شيء اذا كان التنفيذ سيء عليه شغل ثاني، يا بيروح على ديوان المحاسبه، يا على المدعي العام المالي بيشتكي على الشركه. صح. او بيطلع على مجلس الوزراء في شكوى. بس في شكوى على الشغل. وينة؟ على طريقه التنفيذ. وينها؟ ليش في سناج؟ ليش اخروا الاستلام سنه ونص؟ ليه في سناج ليست؟ كل المتعهدين بيطلع عندهم اخطاء. بينعمل شيء اسمه سناج ليست، بتيجي للمتعهد بتقول له حبيبي هودي الاخطاء تبعك، بتصلحهم تاخذ مصرياتك. انا جبته لهذا الزلمه. هن مشان هيك تركوا اخر دفعه ما اندفعت. صحيح. لانه كانت حازن له 18 مليون دولار. صحيح. اي انا اجى لعندي نص ساعه، في سناج ليست؟ قال ايه في سناج ليست. عظيم. عم بتصلح هاي سناج ليست وبتسلمني شبكتي لاخر متر شغاله؟ قال لي بغير الشبكه كلها. بس حدا يقول لي شو بده؟ 3 سنين انا ما حدا بيرد على تليفوني ولا على مراسلاتي، وبيجي بقعد بالصالون ما حدا بيستقبلني. هذا المتعهد. هذا المتعهد. وانا طلبت المدعي العام المالي الاستاذ علي ابراهيم، قلت له اعمل معروف استمع لهذا الرجل، واسمع واعمل معروف استمع لشركه اريكسون. استاذ جمال، انت كنت من الاشخاص اللي كانوا يدافعوا عن دكتور عبد المنعم يوسف. انا ما دفعت عن عبد المنعم. لا، بس كان فريق السياسي اللي يعني مغطى من المستقبل. ولا الوزير بطرس حرب كل عمره كمان هو حليف في السياسه ومقرب جدا، حتى بالرد يعني عليك ذكرك بذلك. اتهامات كثير خطره. اذا كان حليف السياسي بيعمل بقطاع الاتصالات اللي عمله. طيب بدي اقول انا تنفيذ سيء. لا يا حضرة بطرس حرب، قبل ما تفل ب 14 تشرين الثاني 2016 تمضي مخالصة للإريكسون، خذوا مليونين و200 ألف دولار وروحوا فلوا، وقبضين مليون و300 بالسابق، 3 مليون دولار ونص، واتركوا لي سكراب اللي مصدي. شو بيرجع بيقول بنفس الاتفاقية الشيخ بطرس؟ مرجعية بالقانون والمصداقية. بيقول تتعهد شركة إريكسون تقديم قطع التبديل اللازمة للمشروع بناء على طلب شراء يجري الاتفاق عليه خلال مهلة أقصاها 31/3/2017. شو يعني هذا الكلام؟ اتركوا لي هذا السكراب المصدي لثلاث سنين مركب ومنه مشغل ومصدي والغبرة أكلته، برجع بشتري قطع الغيار منكم. اجوا إريكسون قالوا لي نفذ هذا الاتفاق، قلت لهم هاي صفقة مش اتفاق. هيدي اتهامات خطرة كتير. طبعًا. يعني عم بتسيئة حضرتك. طبعًا. اليوم هيدي صفقة مش اتفاق. حبيبي بتسلمني معداتي لآخر برغي شغالة تستد وابجريدد للار 16 من الار 12 للار 16،
تاخذ مصرياتك كلهم، ليه بدك تاخذ مليونين و200؟ خذ بقيه 600 و700، بس بدي شبكتي شغاله. بدي معداتي ابجريدد، بدي معداتي معمول لها مينتنس. هول مليونين و200 كيف وصلوا لهم؟ لغولهم، لغولهم، اعفوهم من الصيانه ومن السبورت ومن كل شيء، خذ مليونين و200 وفل، اترك لي هالسكراب وانا بعدين برجع بشتري منك قطع الغيار. شو هذا الحكي؟ لا اللي عم تحكي يعني ما بعرف كيف حيكون الرد بكره. خليني اقول انه اكيد طلبت انا، قلت هذا قبل بمره وطلبت انا، لا ورد عليك الوزير بطرس حرب عبد الحالي من المدعي العام المالي، انه يا حضره المدعي العام في شبكه مكلفه الدوله 62 مليون دولار ونص، اي بعد سنه ونص شكلوا لجنه استلام، اي عملوا اتفاقيه مع اريكسون مشبوهه، روحوا على الدوله عشرات ملايين دولارات. باعتقادي انا جمال جراح اللي هلا وزير اتصالات، هذا كله خدمه للانترنت غير الشرعي. تفضل حقق بالموضوع. مش حق الناس تسال وين راحوا مصرياتها؟ هذا مصريات الشعب اللبناني. 62 مليون دولار ونص. ليه وقفوهم ثلاث سنين؟ ليه بيعملوا هاي المخالصه؟ ليه كانوا عم يشغلوا جزء من الشبكه وما بيستلموها؟ طيب في رجل اسمه جبريال شويري، زلمي من المتعهدين بلبنان المعروفين بمصداقيته، وقفوا له 18 مليون دولار ثلاث سنين، خسروا 3 مليون دولار فوائد. انحلت معي بنص ساعه ست بولا، خلينا نتفق على شغله، بعرفك شيء؟ قال لي لا. طيب بتعرفني شيء؟ قال لي لا. قلت له بدي شبكتي لاخر متر، قال لي خدها من عيوني هاي قبل هاي. مثل ما قلت لاريكسون بدي معداتي كلها شغاله لاخر برغي، 30/7 بيسلموني كل المعدات ابجريدد مينتنس وسبورت وبياخذوا مصرياته. عم نحكي بعد شهر، بعد شهر 30/7 بهذه البساطة يعني كل اللي عم بينحكى وكل اللي عم بينرد فيه عليك معالي الوزير هو فعلا هالقد بس حجم المسائل؟ لا هو لأنه اليوم في شيء أكثر. لا اليوم مثلا لما نحكي على الوزير بطرس حرب اللي صار له بالسياسة اللبنانية من السبعينات لحد اليوم، إني ولا مرة كان في شبهات على شخصيته، يعني هذا الرجل اللي هو مثل أنت سميته يعني مرجع قانوني ودستوري. مرجع قانوني بيقرأ نص المرسوم وبيغفل الثاني، ورجل عنده مصداقيه كبيره بواقع هيك اتفاقيه، هذا جزء صغير. هذا الجزء الصغير والايام جايه. عم بتهدد هلا؟ لا مش عم بهدد بالمزيد، بس اوعى يفكر حدا انه بالهجوم هذا الاستباقي او بالابتزاز او بالتهديد ما بيخليني انا اعمل اللي لازم اعمله ويرضي ربي وضميري ويرضي البلد ويرضي مصلحتي. وين السياسه على الخط؟ لانه اليوم يعني ما في، خلينا نقول بعض المحاولات لترطيب الاجواء لي على شو؟ او هي عن جد مساله حجمها فقط؟ لان بتعرف شو هلا المواطن عم يحضر ما في يصدق انه المساله قصه بس قد ما صاروا سامعين اللبنانيه، ما فيهم ياخذوا الامور بهذه البساطه معالي الوزير. يعني حتى انا عم تحكيني بتقنيات هي قريت كل نهار على ملف الاتصالات اليوم معقده. مساله كثير بسيطه. في قضاء بهالبلد ولا لا؟ أنا طلبت علنا وعلى الإعلام وهلا عم بطلبه وبأكد من مدعي عام المالي المسؤول عن مال الدولة يستمع لها شركتين بس، ما عم بطلب شيء ثاني. يقول له يا سيد شويري شو صار معك أنت؟ ويا حضرة شركة إريكسون شو صار معكم؟ بس يستمع هودي تنشوف حجم الفساد وهي العصابة اللي كانت متحكمة بوزارة الاتصالات ومين عم تخدم وقد ايه روحت مصاري على الدولة. رح تابع معك بهالاتهامات الخطيرة جدا، وخليني اقول انه في برسبشن، في انطباع، ايه كثير خطيرة. أول مرة وزير بيطلع بيحكي بهالطريقة بهالأسلوب على اللي صار قبله، حتى لو كانوا من خلينا نقول وجهتي نظر مختلفة جدا بالسياسة، بنشوف انه بتستمر الأمور على أول مرة حدا بيطلع بيحكي بهالشفافية بيقول انه هيدا هو واقع الحال. أنا جيت على هاي الوزارة لقيت في ملف قدامي عالجته ومشيت شبكة الفايبر أوبتكس، وهلا الفورجي عم تطلع عليه وبلشت فرع للجامعات وبلشنا نفرع من هاي الشبكه للهافي يوزرز وبلشنا ندخل مصاري للدوله ونزلت اسعار الانترنت لحتى شو مطلب الشعب اللبناني كله ست بولا هلا؟ سرعه وخدمه، ما هيك؟ في غيرهم؟ سعر وسرعه خدمه جيده. طيب في غير الطلبات عند اللبنانيين؟ رح فصلهم اكثر. حقهم اكيد. طيب أكيد. انا لما بوقف شبكه ثلاث سنين
حق اللبنانيين يتمتعوا بخدمة الانترنت السريع خدمة لحيسو وغير حيسو. كون أنا آدمي؟ ليه ما قدر يثبت القضاء أي تهمة على عبد المنعم يوسف بحيسو وغير حيسو؟ قاضي. يا ريت أنا بس أنت أكثر من مرة قلت القضاء في قضاء بلبنان والقضاء مرجعنا عم بيتبرى من كل الدعاوى المرفوعة عليه عبد المنعم يوسف بلا غطى سياسي اليوم. يا ستي القضاء هو قبل كان يقولوا مغطى سياسيا اليوم ما في غطى. الفصل للقضاء بس بغض النظر شو القرار القضائي اللي بيطلع، أنا كوزير فايت بالملفات كونت قناعاتي ما بغيرها ومستعد دافع عنها. وإذا حدا بيتجرأ بيقول أنا برفع السرية المصرفية عن حسابي أنا بكمل. خليني ما عندي شك إنك بتكمل، خلينا نشوف كيف بدنا نكمل هيدي الحلقة، بدي أتوقف مع فاصل وبعدين نتابع هذه الحلقة النارية مع الوزير جمال الشراح.